بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم صالح التيسان من دفعة 218. اليوم بدنا راح أشرح لكم مقدمة عن البي بي إل وأن إيش الهدف من وراه وأن إيش الأساسيات اللي فيه وأن كيف الواحد حتى يتفوق فيه وكيف يجيب درجات عالية وبلا بلا بلا من هذا الكلام إلى آخره. فأولا يعني قبل كل شيء راح أبدأ بإني أبارك لكم جميعا. مبروك عليكم جميعا إنكم وصلتم إلى هذه المرحلة. ترى ابدا الموضوع مو بسهل انكم وصلتم الى هذا الليفل، انكم تعبتم وشديتم حيلكم ما شاء الله تبارك الله، يعني جبتوا الدرجات العاليه اللي خلتكم تبقون الى هذه اللحظه في السنه التحضيريه، وانكم باذن الله عسنا الجنه تكونوا معنا في الكليه. فبسم الله نبدا. اول شيء بدايه راح نبدا باللي هو يعني من هذا البرزنتيشن ايش الاشياء اللي راح تكتسبها. اول شيء انك راح تعرف البي بي ال بشكل عام، ثم انك راح تعرف ان ايش النقاط الاساسيه في البي بي ال، يعني هو البي بي ال ايش وراه، يعني ايش الفائده من البي بي ال وايش النقطه الاساسيه اللي بيوصل لها. ومن ثم عندنا اهم نقطه اللي هي الروز اوف ايتش كيس، ان ايش الادوار اللي راح تلعب في البي بي ال، لان احنا عارفين انك في كل بي بي ال راح يكون لكل شخص منكم دور معين يلعبه، وايضا كنا كيف الواحد يستعد للبي بي ال وحتى في النهايه نختمها في درجات البي بي ال وكيف تتوزع وما الى ذلك. طيب فبدايه انا راح نبدا بالبي بي ال بشكل عام. البي بي ال طبعا انتم لازم تعرفون شغله، ان علاقتكم مع الدكتور هي احد اهم الاشياء واهم الركائز في هذه الكليه. فاذا كانت علاقتكم سيئه مع الدكتور ترى هذا الشيء راح يؤدي لكم، ممكن تخسرون درجات، ممكن ما تعدون السنه التحضيريه، ممكن يسبب لكم كثير من المشاكل. فاحترام الدكتور شيء جدا مهم. طبعا احترام الدكتور في التوتال سيشنز او حتى في الجلسات اللي راح تاخذونها يعتمد على عده اشياء راح اذكرها حاليا. بداية الوقت اللي عندكم ترى بس 10 دقائق انكم تطلعون من كلاسات الانجليزية وكلاسات البايثون 6 او مهما كانت المادة اللي عندكم عشان تروحون للكلية. ولازم تعرفون شغلة ان الدكتور حقكم راح يتم اختياره عشوائيا، ما حد بيكون يعني مثلا هو يختار ولا ينقي، لا الاختيار راح يكون عشوائي للدكاترة على حسب توزيع الكشف. فمهما كان دكتورك انت لازم تحترمه ولازم يعني تكون يعني جدا كويس معه عشان حتى تكسب درجاتك كاملة وحتى انك تستفيد المعلومات بشكل كامل، انه مو بتخسر معلومات والله لان الدكتور ما يتحمل يتكلم قدامك او ما الى ذلك. فيقول لكم ان كل جروب راح يكون فيه من 10 الى 11 طالب. خلال كل كيس او خلال كل حالة راح تدرسونها راح يكون لكل شخص منكم دور معين ومختلف الدور الماضي. يعني مثلا في الاسبوع الاول كنتم سكرتري، في الاسبوع الثاني مثلا كنتم شير، فراح يختلف من كل اسبوع او من كل كيس حتى على حسب اللي هو عندكم الدور. بعدين ان لازم نعرف ان للميل والفيميل اللكتشرز راح تاخذونهم في الكليه حقتكم اللي هي اعمال السنه التحضيريه. اما بالنسبه للغرف البي بي ال بالنسبه للعياده راح تكون في كليه الطب، وبالنسبه للبنات اغلبها راح يكون في مبنى الكفاح اللي هو 58 القريب منكم، وراح بعضكم يكون في كليه الطب. طبعا الله يعينكم منكم تجون في الكلية في وقتها، لكن حاولوا ما تتأخرون قدر الإمكان سواء كنتي بنت أو ولد، لأن الموضوع جدا مهم في التأخير. ثانيا أنكم لازم تجيبون معكم كتب البي بي ال حقتكم مهما كان الموضوع سهل أو حتى مهما كان الموضوع يعني على قولتهم بسيط، أنتم مضطرين تجيبون كتب البي بي ال معكم عشان تحسنون علاقتكم مع الدكتور. في كتابين أساسيين عندكم، عندكم جنكويرا وعندكم اللي هو Essentials of Biology، هذول لازم تجيبونهم معكم بشكل اساسي. ومن ثم عاد بغيتم تجيبون معكم لكتشرز، بغيتم تجيبون النوتس حقينكم، شيء راجع لكم، لكن هذا الكتابين اهم شيئين لازم تجيبونهم معكم. طيب ونجي للنقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها تتكلم لنا عن يعني ايش معنى كلمه بي بي ال، طيب ايش الاهداف منه، طيب يعني هو بي بي ال والنهايه معه، يعني انا ايش راح استفيد منه، ايش راح اتعلم منه، طب كيف يفيدني في حياتي الطبية وما إلى ذلك كطالب طب قصدي. أول شيء لازم نعرف أن البي بي ال معناتها problem based learning، راح يكون عندكم حالة، راح يكون عندكم مثلاً شكل من الأشياء، يعني شيء من الأشياء، راح يكون عندكم حالة مرضية، فأنتم راح على هذا الأساس راح تطلعون كل الأشياء اللي تحتاجونها. مثلاً لو بتكلم لك عن السلمن برين زي أول كيس راح تكون عندكم غالباً، أنتم لازم تعرفون إيش الفانكشنز حق السلمن برين، طيب ايش الكومبوننت حق السلمن برين، ايش المكونات حقتها، طيب استراكشر حقه، طيب ان وين يتواجد وما الى ذلك من هذه المعلومات. انتم لازم تطلعونها كلها وتصفونها
عشان يجي يوم اللي راح يكون في البرزنتيشن وراح يقدم للطالب على شكل برزنتيشن وراح يشرح فيه وراح يعطيه بكل شكل اساسي. طبعا في الجلسه الاولى راح تكون هو في جلستين، الجلسه الاولى راح تكون يعني بشكل عام، يعني مو بشرط ان الواحد منكم يجمع ويرتب، لا لا، انت بس كل اللي عليك انك تقرا عن الموضوع، تستوعب ايش الموضوع، تفهم عن الموضوع، بغيت تسجل ملاحظات تسجل ملاحظات، لكن انك يعني مو بتعطي هذا الكلام كله في يوم يوم النقاش، لا، راح يكون في يوم البرزنتيشن اذا كان عندك انت برزنتيشن. لكن في يوم النقاش راح يكون نقاش عادي، بحيث ان كل واحد منكم ياخذ معلومات من الثاني. مثلا انا جبت الفانكشنز، صديقي جاب الستراكشر، صديقي الثالث جاب اللي هو السايت مثلا، او حتى يعني ايش قلنا مساء عنهم الكومبوننت حقت المكونات حق الشغله اللي ندرسها وما الى ذلك. فالشيء راح يكون يعني تعاوني. فعشان كذا يقول لك ان البي بي او عباره عن نظام، إنه في كنا عبارة عن مجموعة وكل واحد من هذه المجموعة راح يتشارك مع الثاني، ونحن راح نساعد بعض عشان نفهم الشيء اللي معطينا إياه، أو عشان نحل المشكلة اللي هم معطينا إياها، أو حتى عشان نستكشف ونعرف إيش اللي الشغلة اللي معطينا إياها من كل النواحي، بحيث نغطيها بشكل كامل ونكون كلنا استوعبناها وفهمناها وحفظناها في مخاخنا إن شاء الله. فبداية في أول أسبوعين عندكم راح يكون يعني كلها مقدمات، طبعا هذه مقدمة في البي بي ال، راح يكون عندكم كيف تسوي برزنتيشن، او حتى كيف تبحث في المواقع اللي موثوقة، او حتى يعني كيف تعطي فيدباك وما الى ذلك. ثم غالبا راح يعطوكم قبل كل كيس، قبل كل يعني كيس راح تاخذونه في البي بي ال يعني كسيشن وما الى ذلك، غالبا راح يعطونكم محاضرة قبله، زي ما احنا شايفين هنا، هنا اعطانا عن السلمون برين، وعطوا كانت السيشن حقنا او النقاش، جلسه النقاش حقتنا في السلمون برين. فانتم لازم يعني تكونون فاهمين اللكشر اللي معطينكم اياه، وتروحون تفتحون الكتب وتعرفون الاشياء الاساسيه، ثم تجون للسيشن وانتم جاهزين وفاهمين الموضوع بكل نواحي، بحيث انكم اذا كنتم موجودين كل اللي راح تسوونكم راح تتشاركون المعلومات وراح تساعدون بعضكم في فهم المعلومات، وكل واحد منكم راح يحاول يبسطها للثاني. ومن ثم راح يكون في عندكم يوم راح يكون في مقابله مع الدكتور حقكم اللي راح يختم اختياره بشكل عشوائي، راح تقابلون معه تعرفون عليه، راح يعلمكم هو ايش نظامه في بي بي ال. يعني مثلا يقول لكم ان انا مثلا ما احب ان احد يستاذني وراح الحمام، ان انا ما احب احد يجيب مع اكل ولا قهوه ولا الى بلا بلا من ذلك. فانتم سألوه قد ما تبون عن الاشياء يعني يعني الجانبيه وما الى ذلك، وغالبا راح تكون عندكم، يعني مستحيل ما راح يكون عندكم هذا الشيء. ومن ثم بعدها راح يجي التقييم في الاسبوع الثالث، راح يكون عندكم مقدمه لك، يعني راح تكون هنا النقاش، جلسه النقاش راح تكون هنا، بحيث ان كل واحد منكم راح يتناقش مع الثاني ان الفانكشن ايش، الستراكشر ايش، السايت وين، طب المكونات ايش، او حتى مو شرط يكون يعني عن شغله، ممكن يكون حاله مرضيه، ممكن تكون عن يعني سؤال او ما الى ذلك. فانتم لازم يعني تغطون الموضوع من كل النواحي على قولتهم. اذا غطيت الموضوع بكل النواحي وفهمتوا كل شغله فيه، راح يكون عندكم موضوع جدا سلس، وكل واحد منكم راح يستفيد من الثاني، كلكم راح تجمعون معلومات جدا حلوه، وهالمعلومات راح تبقى وراح تظل الين اخر يوم معكم في الكليه. فيفضل ان كل واحد منكم يكون مجهز ويكون محضر في هذا اليوم، هذا اليوم من المهم جدا انكم كل واحد منكم يكون محضر. راح اعطيكم في السلايدات الجايه كيف كل واحد منكم يكون محضر. وطبعا هنا راح يكون عندنا اللي هو يعني غالبا راح يكون بس على البرزنترز، راح يكون عندنا اثنين برزنتر، فالاثنين برزنتر راح يكونون ياخذون لينك اوبجكتيفز من الدكتور، سواء الدكتور اختارها لكم او انتم يعني اخترتوها واقر فيها الدكتور قال لكم اوكي استعملوها. راح كل واحد من البرزنتر راح يعني يتم تقسيم اللينك اوبجكتيفز، مثلا كانوا 10 راح ياخذ 5 5 اثنينهم، وراح يعني يسوون عليها برزنتيشن وان راح يشرحونها لكم. يعني بالعربي انتم راح تجمعون المعلومات هنا، المعلومات راح تجمعونها هنا، ثم راح يتم تقديمها بشكل برزنتيشن هنا. وعلى الطالب اللي راح يقدم برزنتيشن يعني يحتاج يكون يوصل المعلومه بادق تفاصيلها وباوضح صوره عشان الكل يستفيد، وعشان في نفس الوقت يعني الدكتور يعطيه درجه من 10 كامله اذا كان يبيها كامله، اذا ما يبيها كامله يعني عادي يسوي اي شغله واي كلام ويمشي الموضوع، لكن ما مستحيل ياخذ درجه كامله اذا كان ماخذ الموضوع بكل يعني استهزاء وما اخذه بشكل جدي. نجي النقطة اللي بعدها، عندنا الادوار في البي بي ال. طبعا الادوار في البي بي ال احنا عندنا 5 ادوار اساسية في السنة التحضيرية، طبعا بس السنوات الجاية ممكن يزيد دور ينقص دور على حسب يعني اللي راح يتغير في النظام. فالادوار الاساسية هم 5 ادوار، عندنا الشير، عندنا البرزنتر، عندنا الفيدباكر، عندنا السكرتري، وعندنا الريبورتر. انا حطهم على اشكال قطع ليجوز، ليش؟ لان اذا واحد منهم ترى ما اخذ الدور بكل جدية
ما لعب دوره بكل حوافيره، ما مشى بالطريق الصحيح في لعب الدور حقه. الشخص الواحد يعني الشخص هذا راح يخرب على الكل، للاسف انه ممكن يخرب على الكل، يعني هو قادر انه يخرب على الكل، ان الكل ما توصل الفكره بشكل واضح، ان الكل ما توصل المعلومه بشكل كويس، ان الكل مو باللي يستفيد بشكل كامل. فيفضل انكم تكونوا مع مجموعتكم ماخذين الموضوع بشكل جدا جدي، اذا ما اخذتوه بشكل جدي قطع الليجز هذه ما راح تركب على بعضها ولا راح تستفيدون بشكل كامل. فيفضل ان كل واحد منكم ياخذ الموضوع بكل جديه، سواء كان الدور سهل صعب كلها مهمه. ومن ثم يجي عندنا دور اضافي كذا على جنب يكون دائما، اللي هو المنبر. المنبر هذا اكثر شخص محظوظ في الحياه، دوره ولا شيء، كل اللي عليه انه يجي محضر ويجاوب على الاسئله تنطرح عليه وصلى الله وبارك يروح بيتهم. اللي بدأ إني حين أتكلم لك عن الأدوار بشكل خاص، بتكلم عنهم واحد واحد بشكل خاص. بداية نبدأ من التشير. طبعاً التشير أنت راح تكون اليد العليا في السيشن، أنت اللي راح تطرح الأسئلة، أنت اللي راح تعطي الوقت لكل شيء، أنت اللي راح تكون مسؤول، أنت اللي راح تحيي، أنت اللي راح تقول لهم الله يعني يعرفوني بأدواركم، أنت اللي راح تبدأ النقاش، أنت اللي يعني بتكون أكثر واحد محضر. طبعاً لازم تكون أكثر واحد محضر لأن الدكتور غالباً يسأل التشير يتأكد يعني هل هو محضر ولا مو محضر، يتأكد هل هو فاهم ولا مو فاهم، هل هو طيب قرأ عن الموضوع ولا ما قرأ عن الموضوع ما إلى ذلك. فأنت مضطر يا شير تكون محضر وصامم الموضوع بشكل جدا كويس إذا ما كنت بتجيب العيد وتنحط في مواقف بايخة. والشيء راجع لك، يعني هو الأدوار كلها راجع للشخص سواء بيلعبها بشكل كويس ولا لا، لكن اللي يعرف أن إذا ما لعب دوره بشكل صحيح ترى بيأثر على الباقية وراح يأثر على نفسه قبلهم كلهم. فزي ما قلت لك اغلب الاسئله راح تكون منك انت يا تشير، الدكتور راح يسال بعض الاسئله لكن اغلبها راح تكون منك انت. انت الواحد اللي راح تقود السيشن، انت الواحد المفروض يكون محضر بشكل كويس، انت الواحد اللي راح تقرر مين يجاوب مين ما يجاوب، انت الواحد اللي راح تسال يعني عن يسمونه ادوار الطلاب، انت الواحد اللي راح يخلي السيشن مبسطه وسهله بقدر ما تستطيع عشان الكل توصل المعلومة والكل يكون فاهم وما يكون بشكل معقد. والله افتح الكتاب الصفحة الفلانية بقرأ يا فلان ويا فلان هذا ما توضح عليه كلمة. انت حاول تسويها يعني بأفضل طريقة تقدر عليها. تبي تطبع ورق، تبي تسوي برزنتيشن، تبي مثلا تسوي لهم ملخص، الشيء راجع لك. لكن يفضل انك تسوي الشغلة ان الكل يستفيد منها وتكون مبسطة للكل. انا جربت اكثر من طريقه من قبل، وبالنسبه لي انا شفت طريقه ان التشير يسوي برزنتيشن يوضح فيه النقاط الاساسيه، يوضح فيه جميع النواحي من الكيس، او حتى يجيب معلومات عامه مو شرط يغطي كل شيء. هذه انا اشوف انها انسب طريقه. طبعا لازم تكون جايب معك الكتب، لكن اتكلمك كشيء اضافي انك تسوي هذا البرزنتيشن وتعرض فيه المعلومات على الكل بشكل مبسط وبشكل خفيف بدل ما 700 سطر في الكتاب وبلا بلا وما الى ذلك. طيب ومن بعدها عندنا النقطه الثانيه اللي هي تكلم لك عن السكرتري بشكل خاص. السكرتيري هو شيء لازم تعرف انك يعني حاجه اساسيه لازم تعرفها، ترى انت سوبر هيرو، انت حاجه يعني جدا مهمه وسط السيشن لانك انت الشخص اللي راح تكون المنقذ. في حالنا ربعك او اللي معك في الجروب ما فهموا الموضوع تروح تفتح لهم يوتيوب مقطع، اذا مثلا ما فهموا كلمه تروح ترجم ليها في جوجل، اذا مثلا في حاجه ما طلعت في جوجل اوكي تروح تدورها في ديكشنري، اوكي ما طلعت تروح تدورها في كتاب، اوكي يحتاجون صورته وتفتح لهم جوجل ايمجز. فانت الشخص اللي راح يعني تكون الدعامه حقتهم وهم مستحيل ينتكبون، مستحيل يقعون في ورطه ان ما حد منهم يجاوب. فانك انت عضو تكون تبحث في النت سواء كان صوره سواء كان في الدكشنري سواء كان في الكتب اذا بتفتحهم بي دي اف سواء كان في جوجل. فانت الشخص يعني راح تكون جدا جدا مهم وسط السيشن، وانت مضطر تلعب دورك بشكل جدا كويس وبشكل تام اذا بغيت ربعك ما ينتكبون وبغيتكم كلكم تكون صورتكم حسنه قدام الدكتور. ومن ثم عندنا اللي هو الفقره اللي بعدها قبلها عندنا الريبورتر. طبعا الريبورتر دورك يعني نوع ما يزحق لكن انت مضطر تسوي كامل اذا ما بغيت تنقص درجات. يعني كريبورتر انت الشخص اللي راح تقرا الكيس اول شيء، يعني لازم تكون محضر اذا في كلمات صعبه كلمات مش واضحه كلمات مش مفهومه انت مضطر تحضرها لان الدكتور ترى جدا شائع انه يسال عنهم. طيب ومن ثم بعدها يقول لك انك لازم تجيب معك سي دي بحيث ان هذا السي دي راح تحط فيه البرزنتيشنز وراح تحط فيه الريبورت اللي انت كاتبه. طبعا ايش الريبورت اللي راح تكتبه؟ انت لازم تكتب ريبورت عن كل شيء صار في السيشن. مثلا ان احنا بدينا في الساعه الفلانيه انتهينا في الساعه الفلانيه، في نقطه ما فهمناها، في نقطه قال الدكتور بحثوا عنها، في نقطه مثلا الدكتور قال تعالوا فهموها في السيشن الجاي،
او ممكن يقول لك ان الدكتور يقول لك تعال في السيشن الجاي انتم كلكم محضرين اكثر من اللي الحين انكم انتم مش محضرين بشكل كويس. فكل شيء يصير في السيشن انت مضطر تكتبه سواء في نوت سواء في لابتوبك اذا كنت بتجيبه معك والدكتور كان قابل بهذا الشيء. الزبده انك انت راح تكتب كل شيء صار في السيشن. و يعني سواء كان الدكتور جدا متسامح معك ومخليك تكتب في جوالك او خلاك تكتب في ورقه وحتى خلاك تكتب في كمبيوتر، انت في النهايه مضطر انك راح تكتبها في كمبيوتر او حتى عفوا في الوورد قصدي مش في الكمبيوتر، وتطبع نسخه ونسخه تخليها في سي دي. السي دي راح تعطيه للمسؤول عنهم، غالبا راح يكون مستر شبير انت واللي عند البنات ما اعرف مين صراحه، لكن تعطيهم السي دي راح يكون في نسخة من البرزنتيشنات اللي مسوينها البرزنتر، ويكون في نسخة من الريبورت اللي انت كاتبه، او تخلي عندك نسخة ورقية من الريبورت برضو تعطيها لمستر شبير اذا كان مستر شبير هو مسؤول عن ذلك. ومن ثم بعد الريبورتر عندنا دور البرزنتر. طبعا البرزنتر دورهم انهم في السيشن الثاني، طبعا دوركم نوع ما يعني حليه، وانا واحد احب دور البرزنتر، انت مضطر انك توصل المعلومة بشكل مبسط اكثر مما بسطها الشير، يعني انت لازم تخليها مبسطة اكثر. راح في كل برزنتيشن راح تاخذ من 3 إلى 5 تقريبا اوبجكتيفز على حسب الدكتور او حسب حتى على حسب التشير، يعني يا الدكتور التشير هم بيقسمهم، هذا الدكتور راح يختار هذا الشيء سواء كان منه هو او حتى كان من نفس التشير، عرفت كيف؟ وانك لازم تسوي برزنتيشن مع الليرنينج اوبجكتيفز، ولازم يكون يعني ان استعدت راح يقررها لك نفس التوتر حقك اللي هو نفس الدكتور، راح يحدد لك عدد سلايدات، راح يحدد لك الوقت المعين، راح يحدد لك كم learning objectives، كل هذا الأشياء راح يحددها لك الدكتور أو الشير، فحسب ما الدكتور يختار. يعني الدكتور ممكن يقول لك أوكي كل شيء على الشير، ممكن يقول لك لا أنا بختار لك الأشياء هذه، فأنتوا حظك. وبرضو إنه يقول لك إن لازم تخلص البرزنتيشن حقك من 10 إلى 20 دقيقة، والدكتور راح يحدد هذا الشيء أو الشير أيضا راح يحدد هذا الشيء، ولازم البرزنتيشن حقك يحتوي، هذا الأساسيات راح يعطونكم إياها لكن أنا أعطيك إياها بشكل مبسط. البرزنتيشن حقك لازم يحتوي في البداية على learning objectives حقينك، ومن ثم لازم يكون في النهاية في summary، ويكون في النهاية عندنا quiz من 5 إلى 10 أسئلة وشي راجع لك. ثم بعدها عندنا الفيدباكر. طبعا الفيدباكر يعني أنا أشوف دوره جدا كويس، وأنا حبوبه خفيف ما هو صعب. أنت الشخص اللي راح تعطي فيدباك عن الشير والبرزنتر والريبورتر، أنك راح تعلمه أو تعلمها عن النقاط الكويسة والنقاط اللي تحتاج لتطوير. ملاحظة في التوتال سيشنز ما عندنا شيء اسمه نقاط ضعف او حتى نقاط سيئة، عندنا شغلة اسمها نقاط تحتاج الى تطوير، وراح تشوف هذا الشيء كل الدكاترة راح يرفض كلمة نقاط سيئة منك، راح يقول لك لا قول نقاط تحتاج انها يطورها. فزي ما قلت لك ان ما في شيء اسمه نقاط سيئة، في شيء يحتاج الى تطوير، فانك راح تعطي فيدباك حقتك بعد ما يخلصون من ادوارهم كلهم. طيب وعندنا نقطة طبعا جدا مهمة، لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذبين لا تكذبين لا تكذبين، حاول قد ما تقدر ان الفيدباك حقتك تكون حقيقية، يعني اذا مو حقيقية حاول تخترع شيء يعني مشابه الحقيقي، لان في كذبك انت في الفيدباك، انت لا انت اللي بتستفيد ولا صاحبك بيستفيد. يعني ممكن تقول اللي مقابلك انه مثلا اوكي ترى يعني كان قراءتك للكيس كويسة يا الريبورتر، لكن ترى صوتك كان منخفض، يا التشير ترى انت ما كنت محضر كويس، يا البرزنتر ترى انت نقص فقرة في البرزنتيشن حقك. انت لازم تكون انسان صادق، اذا كذبت ترى لا انت بتستفيد ولا صاحبك بيستفيد. فاذا انت كنت مهتم فيهم وكانوا يعني تطورهم او تحسنهم مهم بالنسبة لك، خلك صادق وخلك انسان على بلاط، لان غير كذا ترى يعني ما بيفيد احد، لا بيفيدك ولا بيفيده، ويعني وانتوا كلكم تبون تستفيدون، لكن اذا هذا يسلك لهذا وهذا يسلك لهذا ترى ما في اي فائدة في الموضوع. ومن ثم عندنا نقطة بعدها عندنا نقطة إن كيف أكون محضر الكيسز. طبعا في أشوف 1 2 3 4 5 أقدر أقول 5 طرق تقدر تحضر فيها الكيسز. طريقتين 3 طرق أساسية اللي هم عن طريق المانوال، حيث إنك تقرأ المانوال وتطلع منه أسئلة ثم تروح تدور عنها في النت، أو حتى تروح تبحث في جنكويرا، أو حتى تروح تبحث في إسنشال سيبيولوجي. الأسئلة الإضافية أنا أشوف إن عندك كتاب كومار جدا كتاب كويس جدا كتاب حلو، بتحصل فيه أغلب المعلومات اللي تبيها، كتاب شامل حالة من حال جنكويرا. وعندنا برضو موقع اللي هو هيلث لاين برضو يعني كثير من الكيسات فيه زي العسل، واضحة ومشروحة بشكل جدا مبسط وجدا خفيف. يعني هذا كويس للي بيكون شير، إذا كان بيسوي برزنتيشن زي ما اتفقنا من قبل يرتب معلومات يضبطها على كيفه، أنا أشوف موقع هيلث لاين واحد من أميز المواقع اللي ممكن يسويها فيها.
عندنا essential biology وعندنا جنكويرا، هذا الأشياء أساسية ممكن تكون عملية صعبة شوي لكن بتكون كويسة بحيث أنها راح تدربك على كتاب على اختبار الأوبن بوك. المانوال طبعا شيء أساسي إنك تقرأه عشان تفهم الأسئلة الأساسية من المانوال، لما يقرأ الشير مثلا، لما يقرأ الريبورتر الكيس مثلا، أنت تكون مجاوب على الأسئلة في المانوال حقك، بحيث إنه بعدين إذا نسأل أحد إنه أوكي هالفقرة إيش جوابها، تكون أنت محضر وتكون تفهم الفقرة وفاهم الكيس بكامل وما فيه لا وما فيه من نقاط. عندنا كومار زي ما قلنا حاجة إضافية بغيت تفتحها وتقرأ منها كإضافة، ما هو شيء أساسي. ثم بعدها عندنا معطيكم مثال مثلا على الكيسات. هذا المثال كان عندنا في العام الماضي، أول كيس لنا على السلمون برين. زي ما شايفين إحنا هنا فحوار وفي أسئلة، فمثلا يقول لك هنا كيف نطلع واحد من الأسئلة اللي هو يبي يجاوب عنها. مثلا يقول لك the teacher ask what is the rule of the structure of the salmon brain. فأوكي أنت تروح تطلع الستركشر، ثم تروح تطلع الأدوار الخاصة بالستركشر، ثم تروح تطلع الفانكشن الخاصة بالسلمون برين، ثم تروح تعرف إنه إيش علاقته بالإكسشينج، ثم تروح تعرف الميكانيزم، ثم تروح تعرف إنه إيش البلازما ممبرين وما إلى ذلك. يعني ها يعني كذا حاول تسوي تحريات خفيفة لطيفة صغيرة عشان تطلع كل هذه الإجابات وتكون محضر الكيس بشكل كامل. طبعا في البريبريشن معطيك اشياء اساسيين زي ما قلت لك، عندنا اسينشال بيولوجي وعندنا جنكويرا، هذا شيئين اساسيين لازم تجيبهم معك في كل كيس. ثم عندنا الحين في النهايه اللي هو توزيع الدرجات حقت البي بي ال. طبعا هذه الفقره انا واحد حطكم اياها زي ما كانت عندنا العام الماضي، فما اتوقع انها تتغير ان شاء الله نفسها. فيقول لك ان عندنا 50% منها راح تكون على التقييم المستمر يعني خلال كيسات البي بي ال. فيقول لك ان عندنا في التطور المعرفي حقك راح يكون عليه 10%، في البرزنتيشنات اللي راح تسويهم راح يكون عليه 15%، طيب في الاسايمنتس اللي راح تسلمهم في البي بي ال راح يكون عليه 15% ايضا، المتر راح يكون عليه 10%. فانت حاول تلعبها صح وحاول انك ما تخسر شيء منهم، كلهم ترى ان شاء الله سهلات وبسيطات. ثم يقول لك ان عندنا في الفاينل، الفاينل حال عليه 50%، 30% راح يكون اختبار العادي زي ما احنا عارفين الريتن فاينل اسسمنت، راح يكون اختبار عادي، ومثل ما راح يكون عندنا الاورال اكزام راح يشرحون لكم بقية الطلاب قبل الاختبار الاورال، هو عبارة عن تحضيركم للكيسات ما الى ذلك. فاذا انتم كنتوا في الكيسات زي العسل وماشيين وماخذين ادوار 100% راح يكون عندكم اختبار الاورال يعني عبارة عن سالفة، كأنها سالفة راح يكون جدا سهل عليكم. ففي الختام يعطيكم العافية وما قصرتم، باذن الله اكون غطيت كل النقاط وان شاء الله اني ما اكون نسيت ولا شيء منهم. هذا إيميل أنا حاطه لكم في حال كان عندكم أي سؤال، في كان عندكم أي استفسار، أو في نقطة مو واضحة، أو حتى كان عندي أخطاء، هذا الإيميل حقي تواصلوا معي فيه. يعطيكم العافية، أخوكم إبراهيم التيسان.